بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. مرحبا بكم، والبداية مع أبرز العناوين. حجاج بيت الله الحرام يختتمون اليوم رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق. مؤتمر صحفي اليوم للعليا للانتخابات في تونس للإعلان عن القائمة الأولية المقبولة لمرشحي الانتخابات الرئاسية. الجيش اليمني يعلن مقتل 36 عنصرا من ميليشيات الحوثي خلال معارك في جبهة نهم شرق صنعاء. أهلا بكم من جديد. يختتم اليوم حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق، حيث يبيت ضيوف الرحمن في ميناء أيام التشريق الثلاث أو ليلتين فقط لمن أراد التعجل، ويتوجه بعدها الحاج إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع ببيت الله الحرام. يوم التشريق الثاني والأخير للمتعجلين من ضيوف الرحمن، شاهد جسر الجمرات بمشعر ميناء زحاما كبيرا بجوانبه وأدواره المتعددة كافة من قبل الحجيج. ورغم ذلك تمت عملية التصعيد بسلاسة ويسر، استطاع من خلالها الحجاج رمي الجمرات بدون معاناة حتى كبار السن، وذلك نظرا إلى الخطط والبدائل التي يتم اتخاذها على مدار الساعة لتصعيد الحجيج. رايحين نرمي يعني الرمية المتعجلة الأخرانية، ويبقى كده مناسب الحج تمت على خير. الحمد لله ربنا كرمنا في عرفة بالمطر، ومبارح كرمنا بالمطر، والنهاردة بالمطر. حد النهاردة احنا عدد الحالات الحرجة والوفاة 25% من اللي حصل في السنين اللي فاتت، وده يعتبر شهادة في حق البعثة الصحية هنا والتعاون مع السلطات السعودية والمستشفيات السعودية، وحالة الوعي برضو اللي اتنشرت بين الحجاج قبل ما يجوا، والشهادات الصحية والتفتيش الصحي والنظام الإلكتروني اللي هو اللي اتعمل عشان تتبع الحجاج، كل دوت ساهم في ان الحالة الصحية الحمد لله تبقى السنة دي احسن من السنة اللي فاتت. وبالرغم من حالة الطقس المتباينة وسقوط الامطار بغزارة، الا انه لم يؤثر بالسلب على الرحلة المقدسة، بل كان بشرة خير لضيوف الرحمن. نحن في عرفات امتزج الجلال بالجمال. الجلال لما نزل المطر والرعد والبرق الشديد والناس في خوف شديد وكأننا في يوم القيامة، ثم تهدأ العاصفة والأمطار تنقطع، فكانت بشارة من الله سبحانه وتعالى. أتممنا المناسك على أكمل وجه والحمد لله، ودعونا لمصرنا الحبيبة ولكل بلاد المسلمين بأن يبارك الله في بلادنا وأن يحفظها من كل مكروه وسوء. واليوم الثاني من أيام التشريق نجد المطر ينزل بغزارة على أرض ميناء وعلى أرض مكة وعلى الكعبة المشرفة، كأن السماء تريد أن تغسل الأرض وتريد أن ترسل برسالة للعالم أن الحجاج قد أتوا إلى هنا لغسل الذنوب والخروج من هذا المكان المبارك بشكل جديد وهيئة جديدة. الحجاج أثنوا على موسم الحج هذا العام وما قدم فيه من خدمات ساعدتهم في أداء المناسك في طمأنينة ويسر. بس الحمد لله السنة دي في تنظيم وفي الدنيا كويسة بالنسبة لموضوع الحج، فالحمد لله ميسرين شوية علينا خاصة الأمن هنا يعني. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب، ووعد كل رب اشتاق يا رب يا كريم. الحمد لله حاسس بالراحة جدا، وإننا أديت فريضة ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا. حنية جميلة جدا جدا، وبحمد ربنا انني اديت الفريضة اللي ربنا فرضها علينا. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، ربنا ادهلنا في سن الحمد لله قدرنا نمشي وقدرنا نروح وقدرنا نيجي، وربنا يكتبها لكل مشتاق يا رب. 5 سنين بقدم واول سنة بقى، وصراحة بسم الله ما شاء الله جميلة عقبال كل الناس يا رب. حاسس طاير
الحمد لله، نسأل الله عز وجل القبول. بس مفيش أجمل من كده ولا أعظم من كده، وبراحة نفسية عمري ما شفتها في حياتي. بالرغم من مشقة الرحلات المقدسة، إلا أن ضيوف الرحمن خاصة المتعجلين منهم بعد انتهائهم من رمي جمرات يوم التشريق الثاني انتابتهم فرحة غامرة لا أداء من مناسك، داعين الله أن يتقبل منهم، فالأجر على قدر المشقة، نسأل الله ذلك. من أمام جسر الجمرات بمشعر منى، محمد حلمي، النيل. وللمتابعين انضم إلينا هاتفيا من الأراضي المقدسة مفدي النيل محمد الخطيب. محمد، كيف هي الأوضاع في ثالث أيام التشريق؟ يعني في ثالث أيام التشريق، يعني كما ذكرت بالفعل هنا، ما زال يعني الحجاج يتوافدون لرمي الجمرات في مشعر منى بعد نجاح الخطة التي يعني أعدتها المملكة العربية السعودية لتوفير الأمان والراحة والرعاية الكاملة لضيوف الرحمن. نتحدث عن أكثر من 600 متطوع ومتطوعة في البرامج الصحية والتوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن، يعني أكثر من 4 أو ما يقارب 34 مليون رسالة هاتفية تم يعني إرسالها للحجاج لتوعيتهم بأحكام ومناسك الحج. وزارة الداخلية قامت بجهود كبيرة في حماية ضيوف الرحمن ليؤدي المناسك بكل سهولة وسهولة ويسر وطمأنينة. كان هناك طائرات عمودية تحلق فوق طاقة أو فوق الطرق المؤدية للمشاعر لمتابعة حركة سير مركبات مركبات الحجاج. يعني الهلال الأحمر أيضا كان يسخر إمكانياته لخدمة ضيوف الرحمن عبر 125 مركز. يعني في الحقيقة يعني خطة كاملة وخطة متوازنة بالتنسيق مع بعثة الحج الرسمية لحماية الحجاج. في يعني الآن الحجاج يعني بدأوا منهم الكثير بدأوا يتوافدون أو يغادرون من مكة المكرمة متجهين إلى المدينة المنورة لطبعا الأداء لزيارة المناسك أو عفوا لزيارة الأماكن المقدسة، مسجد النبي الكريم ومسجد قباء وبعض الأماكن الأخرى. البعثة الحج الرسمية بالتنسيق مع بعثة الحج السياحي قامت بتشكيل 6 لجان هنا للكشف الدوري على أولا على الحجاج من خلال أو للإطمئنان على صحتهم والإطمئنان على أوراقهم وما يحتاجونه قبل يعني المغادرة من المدينة المنورة. الجدير بالذكر أن الجسر الجوي بين مصر والسعودية سوف يعني ينقل أولى رحلات الحج السياحي يعني غدا بإذن الله إلى مطار القاهرة، بعدها بيومين سيكون النقل البري أو حجاج السياحة البرية، بعدها ب يعني في 28 من شهر أغسطس تكون الحجاج جميعهم قد أدوا المناسك ووصلوا إلى أرض الوطن بسلامة الله بعد نجاح خطة الحج هنا في السعودية بالتنسيق مع الجانب المصري. الأوضاع كلها تسير بشكل منتظم وبشكل ميسر وبشكل هادئ. جميع البعثة المصرية بالتنسيق مع الجانب السعودي يعني أعلنت عن الخطة التي وضعتها قبل وفود الحجاج لأداء مناسك الحج. نعم، شكرا لك محمد الخطيب موفد النيل إلى الأراضي المقدسة. الله أكبر. احتفالا بعيد الأضحى المبارك، توافد المواطنون على محور رود الفرج لمشاهدة نهر النيل والإنجاز الحضاري. جاء ذلك وسط تواجد أمني مكثف وتواجد سيارات الإسعاف بشكل منتظم لتأمين المواطنين أثناء الاحتفال بالعيد. في إطلالة جديدة لمزارات العيد للشعب المصري، أقبل المواطنون في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك على محور رود الفرج للاستمتاع بالمحور الجديد وإطلالته على النيل. حضرتك منظر جميل، ودي يعني مسافة قريبة ان احنا نتفسح فيها، وهنا روح الطبيعة زي ما انت شايف كده، والنيل فمنظر جميل جدا، منظر رائع جميل جدا، وحاجة تشرفنا وكل الناس تتشرف ان هي في قلب القاهرة في قلب مصر، وكل مدى في تطور وفي حاجة احسن واحسن. ده الهدية اللي الرئيس السيسي ادهولنا في العيد الاضحى، كوبري تحيا مصر، احلى مكان في مصر، وكل سنة والشعب المصري كله بخير. إن المكان جميل
ومكان بيتلموا فيه كل اصحابي، وعلى طول بنيجي هنا بنتصور بنفرح، بيكون في ناس كتير، بيبقى مود الفرحه كتير قوي عن المكان عندنا. توافد عدد كبير من المواطنين من مختلف المحافظات لمشاهده الانجاز الحضري والاحتفال بالعيد. حبيت ان انا اجرب ان انا اشوف واشوف النيل واشوف الدنيا ماشيه ازاي بالظبط. طبعا المنظر يعني خرافي، احنا سمعنا عنه كتير وجايين نتفرج على كوبري جميل ومنظر جميل وكوبري تمام. احنا من المنصورة وجايين نشوف الكوبري ومنظر البلد وعجبنا الكوبري. يحرص المئات من المواطنين في التوافد على محور رود الفرج للاحتفال بعيد الأضحى لمشاهدة الإطلالة الجميلة على النهر الخالد، ليكون المحور مزارا جديدا من مزارات العيد. منذر أبو دوح، النيل. وللمزيد من المتابعة حول مظاهر الاحتفال بالعيد يستمر معنا مراسلنا منذر أبو دوح، ولكن من حديقة الأزهر، ومعنا على الهواء مباشرة. منذر، ضعنا في أجواء الاحتفال لديك في رابع أيام عيد الأضحى المبارك. تحياتي إليك بداية، وتحياتي إليك أعزائي المشاهدين. بالفعل تستمر مظاهر العيد داخل القاهرة من خلال المزارات المتعددة، وكما تابعنا إذا كان محور رود الفرج والآن حديقة الأزهر التي تمتلئ بالمواطنين الذين جاءوا للاحتفال في رابع أيام العيد، وذلك ما تابعناه من خلال تواجد أمني مكثف، لكن كانت هناك استعدادات من قبل المسؤولين عن الحديقة لاستقبال المواطنين. نتعرف مع من خلال ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد عبد الهادي المشرف على العلاقات العامة. مرحبا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وأنتم طيبين. إحنا طبعا خطة الاستعداد زي كل عيد، طبعا بداية اليوم بيبقى من الساعة 9 صباحا ل 10 مساء. طبعا بالنسبة لل زودنا في أفراد الأمن وأفراد النظافة المحافظة على المكان وتأمين المواطنين وسلامتهم. طبعا بالنسبة لوزارة الداخلية بيتم الاتفاق معها من خلال اسم الضرب الأحمر، بيبقى متواجد قبل فتح الحديقة وخلال غلق الحديقة بعد الإغلاق لتأمين المكان. بالنسبة بيبقى في حاجات أساسية زي عربيات الإسعاف، في عربيات إسعاف بتبقى متواجدة، عربيتين متواجدين من الصباح الباكر لآخر اليوم لأي طوارئ، حالات طوارئ بتحصل. وطبعا بيبقى في مطافي، المطافي ديت لأي حالات طوارئ برضو لا قدر الله لو حصلت. إذن هناك استعدادات كاملة، وهل هناك في عروض ستقدم للمواطنين؟ تمام، بيبقى في عروض خلال اليوم في ملاعب الأطفال، حفلات للأطفال طول اليوم، وفي حفلات بتبقى عند البوابة الرئيسية هنا خلال اليوم برضو، الفنون الشعبية، وبيبقى في التنورة، بيبقى في حاجات في الكلور الشعبي، يعني في الكلور الشعبي الأصيل المصري يعني. جميل، شكرا لك أستاذ. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. كما تابعنا أعزائي المشاهدين، هناك استعدادات كاملة من قبل المسؤولين على متابعة احتفالات هذا العيد، وكذلك العروض المستمرة على مدار اليوم لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا منذر أبو دوح، كنت معنا على الهواء من حديقة الأزهر، شكرا لك. وفي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك توافد المواطنون من مختلف الأعمار على الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات والأندية، وأيضا استمر توافدهم على مراكز الشباب المنتشرة بمحافظات الجمهورية. إضافة إلى دورها البارز في رعاية الأنشطة الرياضية والاجتماعية، تعد الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية متنفس رئيسي للتنزه والاحتفال في عيد الأضحى المبارك لكثير من الأسر المصرية. لابد أن احنا نكون على هبة الاستعداد لاستقبال أعضاء المركز وزوار ومرتدي مركز شباب الجزيرة لتوفير فيهم المناخ المناسب لقضاء أيام أعياد عيد الأضحى المبارك داخل مركز شباب الجزيرة. وطبعا احنا كل إدارات المركز على هبة الاستعداد، وطبعا احنا بنحضر لهذه المناسبة منذ أيام بعيدة عشان نكون في حسن استقبال الأعضاء. في أجواء من البهجة والسعادة، كثير من الأنشطة الترفيهية والاستعدادات المختلفة يقوم بها مركز شباب الجزيرة لاستقبال جمهور الزائرين في أيام العيد. مركز شباب الجزيرة من أحسن الأماكن اللي ممكن تقضي فيها وقت في العيد أو في غير العيد يعني، بس هو مكان جميل، كل حاجة فيه جميلة صراحة،
يعني كل حاجة من أول الخضرة، من أول الأمن، من أول الخدمات، كل حاجة في المركز هنا جميلة جدا جدا. يعني هو هنا المركز بصراحة بيعمل أنشطة كتير قوي، من ضمنها الحفلات، ساعة البطولات برضو بيبقى فيه عرض البطولات وكده. فهنا المركز بصراحة بيعمل أنشطة كتيرة كويسة هنا. في نادي الجزيرة بالذات أو مركز شباب الجزيرة بالذات مختلف عن بره خالص، يعني بتلاقي كل حاجة وكل الناس قاعدة في أمان، وكل الناس زي ما أنتوا شايف كده مبسوطين وبتاع، وليهم أماكن قاعدين فيها محدش ليه مثلا إيه مش لاقي مكان يقعد عليه مش عارف إيه. فالمركز صراحة هنا مقدم خدمة كبيرة قوي قوي للناس اللي هم الأعضاء اللي مشاركين فيها وغير الأعضاء. مركز شباب الجزيرة ده بيت العيلة، بيت كل الناس، وإن شاء الله يكون يوم سعيد على الأعضاء وحفلة جميلة وبنسبة عيد الأضحى وبنسبة حجاج. الكبار والصغار من مختلف الأعمار في مصر يحرصون على الخروج للأماكن العامة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك وممارسة العديد من الأنشطة ومظاهر الفرح والاحتفال في تجمعات شعارها المحبة والفرحة. في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك تتوالى احتفالات المصريين بالحدائق والمتنزهات العامة وأيضا بالأندية ومراكز الشباب المختلفة في ربوع مصر. ياسين سيف، النيل. وفي محافظة شمال سيناء شهدت الحدائق والمتنزهات والملاهي وشواطئ البحر إقبالا كبيرا من المواطنين، كما وصلت القبائل والعائلات استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك من أبناء العائلات والقبائل الأخرى في الدواوين والمقاعد الخاصة بها. البحر المتنفس الأهم لأبناء شمال سيناء، وإليه توجه الأسر كبارا وصغارا لقضاء أيام عيد الأضحى المبارك، واستمتع الأطفال بدخول الملاهي وركوب الأراجيح ودراجات الأطفال والألعاب الأخرى. شكل العيد في سيناء الوضع الحمد لله آمن، وزي ما حضراتكم شايفين ورايا في الخلفيه اهو ده ساحل البحر والناس موجوده وقاعده في الكافيهات وفي الكافيتريات. انا من الشرقيه اصلا، ما بستمتعش بالعيد غير بالعريش، جواه حلو وبحرها جميل. كما قام هواة الفروسية من أهالي شمال سيناء بركوب الخيل على الكورنيش، واستمتع آخرون بالسير على الأقدام. وفي هذه الأجواء الجميلة اعتلت الفرحة والبسمة الوجه بقضاء العيد، وتم تنظيم رحلة بالطفطف للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة جاب بهم مدينة العريش وسط فرحة الأهالي. أنا محمد إسماعيل، طالب بكلية الصيدلة. تسير الأمور بمحافظة شمال سيناء بشكل طبيعي ولا يوجد أي شيء يعكر صفها. لقيت كله فرحة وبهجة وكل الناس فرحانين، وأتمنى أن كل المحافظات اللي جنبنا تكون فرحانة. بينما لجأ بعض أهالي العريش إلى المتنزهات العامة وحديقة الحيوان، إضافة إلى مواطنين قدموا من بعض المحافظات المجاورة لقضاء العيد على شواطئ العريش للاستمتاع بالسباحة في بحر العريش والتنزه في أرض الفيروز. تعقد الهيئة العليا للانتخابات في تونس اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن القائمة الأولية المقبولة للمرشحين للانتخابات الرئاسية. كانت الهيئة العليا للانتخابات التونسية قد أعلنت أنه تم رفض 66 طلبا للترشح للاستحقاقات الرئاسية من أصل 97 طلبا. وقال أحد أعضاء الهيئة اليوم إن المرشحين الذين تم رفض ملفاتهم يمكنهم اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الهيئة على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين يوم 31 من أغسطس الجاري، لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية يوم 2 من سبتمبر القادم. كانت هيئة الانتخابات قد أغلقت الجمعة الماضية باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، حيث سجلت منذ فتح باب الترشح في الثاني وحتى التاسع من الشهر الجاري 97 مرشحة. قتل 59 شخصا على الأقل في اشتباكات بين قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة في ريف إدلب الجنوبي بشمال غرب سوريا. وتتعرض محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة منذ نهاية إبريل لقصف شبه يومي، تزامنا مع معارك عنيفة تدور على أكثر من جبهة في الأيام الأخيرة. وتسيطر هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا على الجزء الأكبر من إدلب ومحيطها، وحققت القوات السورية منذ الأحد الماضي تقدما في ريف إدلب الجنوبي، حيث تمكنت من السيطرة على بلدة الهبيط ومحيطها
في حين تحاول التقدم في المنطقة باتجاه خان شيخون كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي. أعلنت قوات الجيش اليمني مقتل 36 عنصرا من ميليشيات الحوثي بينهم 10 قيادات ميدانية بالإضافة إلى إصابة 69 آخرين خلال يومين من المعارك في جبهة نهم شرق صنعاء. وقال المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء اليوم إن قوات الجيش نفذت عدة هجمات ارتدادية سقطت على إثرها عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين بينهم 10 من القيادات الميدانية. وأشار إلى أن عدد القتلى بلغ أكثر من 36 قتيلا والجرحى أكثر من 69 في هذه الجبهة خلال معارك اليومين الماضيين. أبحرت مدمرة بريطانية صوب منطقة الخليج للانضمام إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة بهدف حماية سفن الشحن التجارية في المنطقة. يأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه سلطات مضيق جبل طارق التقارير الإعلامية الإيرانية حول عزمها الإفراج عن ناقلة النفط الإيراني جريس ون. أزمة ناقلة النفط الإيرانية جريس ون لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات مع بريطانيا وعلى الوضع بمنطقة الخليج العربي، حيث نفت سلطات مضيق جبل طارق التقارير الإعلامية الإيرانية حول عزمها الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية جريس ون. ومن المقرر أن تصدر محكمة في جبل طارق قرارها في هذه القضية غدا الخميس مع انقضاء مهلة الحجز الاحتياطي. بدورها ردت الخارجية البريطانية على ما أشيع بشأن الإفراج موضحة أن التحقيقات التي تجرى حول ناقلة جريس ون مسألة تخص الحكومة المحلية لجبل طارق، بينما قال مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران جليل إسلامي إن بريطانيا أبدت اهتماما أيضا لحل المشكلة وتم تبادل الوثائق للمساعدة في حل المشكلة. وكانت سلطات جبل طارق قد قالت في وقت سابق إنها تسعى لنزع فتيل التوتر المتصاعد مع إيران منذ احتجاز قوات مشاة البحرية البريطانية للناقلة في يوليو الماضي. وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة الإيرانية جريس ون في جبل طارق في الرابع من يوليو الماضي بسبب تهريبها النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي بحق دمشق. رفض مجلس الشيوخ الإيطالية دعوة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني بالتصويت على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وقرر بدلا من ذلك السماح لكونتي بإلقاء كلمة أمام المجلس حول الأزمة. نتابع هذا التقرير. بعد جلسة صاخبة لتحديد مصير حكومة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، رفض مجلس الشيوخ الإيطالي دعوة اليمين المتطرف ماثيو سالفيني بالتصويت على عجالة على حجب الثقة عن حكومة كونتي، مقررا بدلا من ذلك السماح له بإلقاء كلمة أمام المجلس حول الأزمة في 20 أغسطس الجاري. وزير الداخلية وزعيم حزب الرابطة المعادل للهجرة ماثيو سالفيني طالب البرلمان مجددا بالتصويت بحجب الثقة عن حكومة كونتي بعد أن كان قد أعلن انسحابه من التحالف الأسبوع الماضي. بدوره اتهم كونتي الذي لا ينتمي لأي من الحزبين سالفيني باصطناع أزمة حكومية، مؤكدا أن سعيه الحثيث لإجراء انتخابات مبكرة نابع من حرصه على الاستفادة من نسب التأييد المرتفعة التي كشفت عنها استطلاعات الرأي الأخيرة لحزبه. انظروا، لدي خطط عمل أعمل بها، وكما سبق وقلت أن يعمل المرء من أجل مصلحة الوطن يعد هدفا في حد ذاته. صدقوني، لدي العشرات من العمد الذين قدموا العديد من المشاريع. لم يسبق وأن سألت أعضاء حكومتي عن الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها، فعندما يعمل أحدنا لمصلحة الوطن لا يعنيه الانتماءات السياسية، كل ما يعنيه هو ما يراه أمام عينه وما يقدمه لمجتمعه من خدمات. ويسعى سالفيني منذ فترة على دفع كونتي للتقدم باستقالته مبررا ذلك بأن الانتخابات الجديدة هي السبيل الوحيد للائتلاف الحالي بين حزب الرابطة وحزب حركة خمس نجوم الشعبوي.
ومنذ شهور عدة، والتوتر بين الحزبين في ازدياد مطرد، ولكن الأزمة داخل الائتلاف بلغت ذروتها في أعقاب تصويت حزب حركة خمس النجوم ضد مشروع مشترك بين إيطاليا وفرنسا لإقامة خطوط سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة بتكلفة باهظة. في هونغ كونغ ارتدى المتظاهرون المطالبون بالديمقراطية عصابة على العين، تضامنا مع إحدى المتظاهرات التي أصيبت في عينها اليمنى خلال المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين وبين قوات الأمن منذ يومين. يأتي هذا فيما وصفت الصين التظاهرات بأنها أفعال شبه إرهابية، وذلك غداة تعرض صينيين للضرب في مطار هونغ كونغ. كان المتظاهرون غادروا مطار هونغ كونغ الدولي صباح اليوم بعد يومين من تجمعات حاشدة اتخذت منحا عنيفا وأغرقت المدينة التي تعتبر مركزا ماليا ودوليا في مزيد من الفوضى. لليوم الثاني على التوالي شهد مطار هونغ كونغ فوضى عارمة مع تعليق أو إلغاء مئات الرحلات بسبب تجمع عدد من المحتاجين في قاعات المطار، والذي يعد واحدة من أكثر المطارات ازدحاما في العالم. رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام من جانبها حذرت من دفع المدينة إلى نقطة لا عودة ومن عواقب خطيرة في حال لم يوضع حد لتصاعد العنف. المجتمع في هونغ كونغ أصبح غير آمن وفي حالة عدم استقرار وعنف. هذا الوضع سيدفعنا إلى نقطة لا عودة وسيغرق مجتمع هونغ كونغ في وضع مقلق وخطير للغاية. وتأتي التظاهرة الجديدة بعد أن وجهت الصين إشارات متزايدة بشأن وجوب إنهاء الاضطرابات المستمرة منذ 10 أسابيع، وبثت وسائل إعلام رسمية مقاطع فيديو تظهر فيها قوات أمنية محتشدة على الحدود. ومن واشنطن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع في هونغ كونغ بالصعب جدا، لكنه أعرب عن الأمل بأن تجد الأزمة هناك طريقها إلى الحل بشكل سلمي. وقال الرئيس الأمريكي أن الاستخبارات الأمريكية حذرت من أن الصين ترسل قوات إلى حدود هونغ كونغ، وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997، وقد بدأت في مطلع يونيو الماضي بتظاهرات رافضة لمشروع قانون يتيح بتسليم مطلوبين إلى الصين، ثم تحولت إلى احتجاجات مطالبة بمزيد من الحريات ومنددة بتدخل بكين في الشؤون الداخلية. بانوراما النيل مستمرة وفيها بعد أخبار الاقتصاد. حاكم كشمير الهندية يؤكد تخفيف حظر التجوال بالإقليم عقب عيد الاستقلال غدا الخميس. المجمعات دي هي محاولة للاستفادة من الخامات المصرية اللي موجودة وتحويلها قيمة مضافة نستفيد منها في السوق المصري، والفائض منها ممكن نصدره للخارج. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعمارة الأرض، يلا نبني كلنا مع بعضنا لأجل خطر بلدنا. النهاردة كل ما هشغل مصريين هغير حياتهم، أكيد هيبقى وضعهم مختلف مع أسرهم ومستقبلهم واطمئنوا ونكمل. احنا بنتحرك بجدية وبمسؤولية لتغيير الواقع اللي احنا بنعيشه في مصر. هنفضل نبني ونعمر طول ما احنا عايشين. والآن مشاهدينا الكرام، هذا موعد أخبار الاقتصاد. أخبار الاقتصاد تقدمها عبير شوشة، تفضلي عبير. شكرا إيمان ومحمد.
أهلا بكم مشاهدين، هذه أخبار الاقتصاد وأهم ما فيها. خلال أول جلسة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، البورصة المصرية تحقق أداء مرتفعا مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين. أهلا بكم. صعدت مؤشرات البورصة المصرية قبيل منتصف التعاملات اليوم بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، قابلتها عملية بيع من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي HX30 بنسبة 1.97%، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة HX70 بنسبة 1.47%، وارتفع مؤشر HX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.66%، وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 758.4 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 447 مليون جنيه. وجهت وزارة المالية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للتيسير على الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، مما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وفق القواعد المقررة. وأشارت الوزارة إلى أن مصلحة الجمارك رفعت درجة الاستعداد القصوى بمختلف المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ البحرية والبرية تيسيرا على الحجاج، حيث تم دعم صالات الوصول المخصصة لموسم الحج بالمطارات والموانئ بأعداد إضافية من مأمور الجمارك ومأمور الفحص بأجهزة الأشعة. قالت وزارة التجارة الصينية إن مسؤولين تجاريين أمريكيين وصينيين بارزين أجروا محادثات عبر الهاتف مع تقديم الجانب الصيني احتجاج قوي على فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على بضائع صينية إضافية بدءا من الشهر القادم. وصدر البيان في نفس الوقت تقريبا الذي قال فيه مكتب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن واشنطن سترجئ فرض الرسوم الجديدة البالغة 10% على بعض المنتجات الصينية بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية. ناقشت بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقا تجاريا جزئيا من الممكن أن يدخل حيز النفاذ في الأول من نوفمبر المقبل بعد يوم واحد من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون مع وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس احتمالية توقيع لندن وواشنطن على إعلان خارطة طريق من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت يغطي جميع القطاع خلال قمة مجموعة السبع المقررة في فرنسا الشهر الجاري. في ألمانيا سجل الاقتصاد الألماني تراجعا طفيفا في الفصل الثاني من العام الجاري مع انخفاض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.1% عما كان عليه في الأشهر الثلاثة السابقة، خاصة بسبب تراجع الطلب الخارجي حسب ما أعلن المكتب الفيدرالي للإحصاءات. وتشير هذه الأرقام إلى تراجع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعدما سجل إجمالي ناتجها الداخلي ارتفاعا نسبته 0.4% في الفصل الأول، بينما أفلتت ألمانيا من الانكماش بفارق طفيف في النصف الثاني من 2018. واصلت العملة التركية تراجعها فيما يتواصل حذر المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة بعد هبوط البيزو الأرجنتيني لمستويات متدنية قياسية مقابل الدولار. وأجرى تداول العملة التركية عند 5.59 ليرة للدولار بعدما كانت قد أغلقت في الجلسة السابقة عند 5.56 ليرة للدولار.
انخفضت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف اليوم بعد عززت توقعات نمو ضعيف من ألمانيا والصين مخاوف بشأن تباطؤ عالمي، وهو ما طغى على هدنة مؤقتة في حرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2% بينما زاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.18%، في حين هبط مؤشر كاكا الفرنسي بنسبة 0.1%. إلى أسواق النفط العالمية، حيث انخفضت الأسعار اليوم بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت مخيبة للتوقعات وارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية، ما محى بعض المكاسب القوية التي حققها الخام في الجلسة السابقة بعد إعلان الولايات المتحدة إرجاء فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الصينية. وتراجع خام القياس العالمي بزيج برنت 46 سنتا إلى 64.4 دولار للبرميل، وهبط النفط الأمريكي 62 سنتا إلى 56.48 دولار للبرميل. مشاهدينا، انتهت أخبار الاقتصاد، وأعود مرة أخرى إلى إيمان ومحمد، إليكم. شكرا جزيلا لك يا عبير. وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم إلى مدينة مظفر أباد عاصمة الشطر الباكستاني من أقليم كشمير برفقة عدد من الوزراء، وذلك للاحتفال بعيد الاستقلال وللإعراب عن تضامنه مع الشعب الكشميري. هذا وقال ساتيا بال مالك حاكم الشطر الهندي من أقليم كشمير اليوم إنه سيتم تخفيف حظر التجوال المفروض في الإقليم عقب يوم الاستقلال غدا، على الرغم من أن وسائل الاتصالات ستظل متوقفة، وذلك منذ قرار نيودلهي بإلغاء الوضع الخاص الممنوح للإقليم. وأضاف مالك أنه في غضون أسبوع أو 10 أيام ستعود الأمور إلى طبيعتها، وسيتم إعادة خطوط الاتصالات بشكل تدريجي. قتل 15 مسلحا من عناصر طالبان إثر سلسلة من الغارات الجوية شنتها القوات الأمنية على أقاليم غزني وورداك وفرياب وهلمند. وأسفرت الغارات الجوية عن مقتل 2 من مسلح طالبان في أقليم غزني، كما تم تدمير مخزن صغير للأسلحة. أعلنت شرطة جنوب نيو ويلز في أستراليا أنها تواصل التحقيق في روابط إرهابية محتملة مع المتهم بطعن امرأة حتى الموت وإصابة أخرى. وذكرت الشرطة أن الرجل الذي يبلغ من العمر 21 عاما كان يحمل سكينا ووحدة تخزين بيانات على الكمبيوتر تحتوي على معلومات بشأن هجمات مميتة في أمريكا الشمالية ونيوزيلندا. وأضافت أن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن المتهم قيد الاحتجاز ولا يعمل لصالح أي جماعة إرهابية، ويتوقع أن توجه إليه اتهامات بالقتل والاعتداء وربما جرائم إرهاب بحسب ما يسفر عنه التحقيق. ومشاهدينا، نتواصل معكم في هذه البانوراما الإخبارية ونتابع فيها بعض أخبار الرياضة. أعضاء فريق كرة القدم من الأقسام يأملون في خوض منافسات بطولة كأس أمريكا 2020. أن تكون مواطناً مصرياً فهذا كاف لتكون في دائرة المستهدفين بدعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. المساعدة الكبيرة اللي هم ساعدوا معايا فيها ونفذوا معايا فيها ان هم مولوني بالمبلغ اللي انا كنت محتاجه. أن تكون لديك رغبة جادة في بناء مشروع خاص فهذا كاف للحصول على التمويل والفرص الترويجية لمشروعك. بدأت المطعم ونفذته اوريدي، وبعد كده اتجهت للجهاز. بصراحة لقيت كل التسهيلات في الجهاز يعني. مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أنت مدعو دائما
لتكون في بؤرة الاهتمام. والآن موعدنا مع أخبار الكرة والملاعب. المستجدات على الساحة الرياضية مع محمد عبد الحكم. تفضل. شكرا لك محمد. يطمح فريق كرة القدم من الأقزام في خوض منافسات بطولة كأس أمريكا 2020. ولكن العقبة الوحيدة التي تقف أمامهم هو حصولهم على اعتراف رسمي من وزارة الشباب والرياضة. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية وهذه التذكرة بأهم ما ورد فيها. حجاج بيت الله الحرام يختتمون اليوم رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق. مؤتمر صحفي اليوم للعليا للانتخابات في تونس للإعلان عن القائمة الأولية المقبولة لمرشحي الانتخابات الرئاسية. الجيش اليمني يعلن مقتل 36 عنصرا من ميليشيات الحوثي خلال معارك في جبهة نهم شرقي صنعاء. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام بانوراما النيل. إلى اللقاء.